كلها افتقدت الفنان العظيم. انا افتقدت الانسان بقى حبيبي، انا افتقدت حبيبي. مصطفى كانت كل مواقفه انسانيه، يعني ما في يوم يخلى من انسانيته وحبه للفقراء وحبه للناس ويساعد الناس لحد اخر لحظه في حياته، بيساعد الناس ويتصل عشان يساعدهم وما يتكسفش من كده. يعني هو كان كتله انسانيه على الارض. مش هقدر والله، انا ومصطفى يعني كنا قصه حب طويله يعني، بس يعني قدر الله ما شاء فعل. مش هقدر اقول اكتر من كده. هو كان حبيبي 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 وهيفضل حبيبي مدى الحياه يعني. ما فيش زيه في الوجود. انسان في حياتنا ما هننساه، يعني حاجه مش قادرة أقول لك، يعني مش قادرة أقول لك مقابلته الجميلة وأي مكان نقول له تعال نروح فيه يجي، يعني متعاطف وطيب وحنين وخدوم. وجوز بنتي بقى حبيبي، يعني مشفناش منه حاجة وحشة. ناس من الزمن الجميل بقى اللي عمره ما هيرجع تاني. الله يرحمه ويحسن إليه، الله يرحمه ويحسن إليه. أقول إيه، هو مفيش كلام يتقال عن أستاذ مصطفى، إحنا مش هنقدر نعوض زيه تاني أبداً أبداً. لكن هو كل حاجة حلوة في الدنيا هو أستاذ مصطفى حسين، سواء في الفن مش هيتعوض، في الحالة الإنسانية مش هيتعوض. إحنا خسارتنا كبيرة ملهاش تعويض، قال عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يصبر مراته بقى. بحبيبنا كل تاجنا وقع خلاص. هو مش عايز تعريف الناس، يعني معروف من غير اي كلام، من غير اي توضيح. معاملته واخلاقه وحبه للناس والناس اللي حبها ليه كفايه قوي بفضل الله. الايام الاخيره طبعا احنا اتخضينا قوي قوي، ايام الاشاعه اللي قالت في رمضان، وكانت صدمه شنيعه مش كبيره. اه والله. وبعدين حمدنا ربنا حمد كبير قوي، وكنا عندنا امل، كان عندنا امل ربنا يكرمه بالشفاء، بس قضى ربنا اذن وربنا يرحمه ويجعله من الجنه. دول يكون من الجنه يا رب، يكون في اعلى جنان الجنه ان شاء الله. أنكل مصطفى معانا في كل حتة، في كل مكان، متوغل في حياتنا. ما شفناش أحسن منه أبدا في الدنيا ولا هنشوف بتهيألي. يعني هو الخير راح خلاص، مصطفى حسين هو الخير بصراحة. يعني إحنا نفسنا نفتكر له حاجة وحشة عشان نهدى، مش لاقيين. هو قلبه كله خير، هو الخير. كنت معاه في آخر الأيام؟ طبعا كنت معاه كل لحظة، بس الفترة اللي هو كان فيها في أمريكا ما كنتش معاه فيها، كنت بروح له كل يوم. أصل هو بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي قوي، يعني قوي، مفيش انسان زيه ابدا بصراحه. يعني